صراحة جهود جبارة بذلت المملكة العربية السعودية في هذا التنظيم الطيب، الله يطول في عمارهم. صراحة جهودهم جبارة، ونسأل الله العلي العظيم أن يطول في عمارهم على جهود الطيبة اللي صراحة اللي يقوموا بها بصراحة يعني. والحمد لله رب العالمين، بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة يعني بعثة طيبة الحمد لله رب العالمين، يعني بعد بادلة جهود طيبة للمواطنين كلهم الحمد لله، وكلهم يعني ما شاء الله العظيم الحمد لله يعني أنهم بادلين يعني شيء ما كنا متوقعين من أول ما دخلنا من المطار إلى ما وصلنا في هذا المكان الحمد لله رب العالمين. صراحة أول مرة يجي المكان المبروك، وما شاء الله يعني صراحة بالويوه الطيبة والأخوان والفرحة الحمد لله صراحة من دواعي سروري إن الحمد لله في هاي الحملة الطيبة. نعم.